مرحبا بكم في ثاني نشراتنا الرياضيه لليوم نشره باش فيها على تصريح مثير ومهم جدا لمدرب الياس السخيري في كول ولكن خلينا نبداو باخبار الرابطه المحترفه الاولى وفرقنا التونسيه حيث طالبت هيئه النادي السفيقسي باجراء كامل مباريات مرحله الذهاب المتاخره قبل الشروع في مرحله الاياب يعني سي اس بلغه اوضح طلب من الجامعه التونسيه والرابطه الوطنيه لكره القدم اجراء مباراه الترجي الرياضي التونسي والنجم الرياضي الساحلي هذه مباراه مؤجله من الجوله الرابعه تم تاجيلها الى يوم 18 جانفي سي اس طالب كون المباراه هذه تتلعب قبل ما يستقبل النادي الرياضي الصفاقسي الترجي الرياضي التونسي في مرحله الاياب نهار 7 جانفي القادم طلب السي يجي وحسب بلاغ النادي كموقف مبدئي بقطع النظر عن اسم المنافس ومن اجل احترام مبدا الشفافيه والمنافسه النزيهه وتساوي الفرص بين جميع الانديه حسب بلاغ النادي الرياضي والنادي الافريقي واجه غدوه ودين سبورتينغ بن عروس مصاعتين في البارك او من اخبار النادي الافريقي بلاغ كان نشره اليوم الصباح على صفحته الرسميه اعلن من خلاله تمديد في فتره بيع الانخراطات الى يوم الثلاثاء 3 جانفي الخمسه نتاع العشيه وهو نفس الموعد نفس الديدلاين نتاع تقديم الترشحات لرئاسه النادي الافريقي. المهاجم البنيني جاك بيسون يعود للبطولة التونسية المرضية من بوابة هلال الشباب بيسون سبق تقمص أكثر من فريق تونسي ستة تقريبا تاريخ جرجيس نادي بنزرتي قوافي القفصة النادي الإفريقي ملعب التونسي الأولمبي البيجي وآخر تجاربه كانت مع نادي الأخضر الليبي اللي فسخ مع عقده منذ يومين وفي كرة اليد وبعد الفوز ضد بولونيا البارح في المباراة الأولى منتخبنا يواجه اليوم ثلاثة ونص البرازيل في ثاني مبارياته في فور نيشن كاب مباراة منقولة على القناة البولونية والجامعة التونسية لكرة اليد كما العادة تحط الرابط على صفحتها الرسمية على الفيسبوك لمشاهدة المباراة هذه ستيفن بومغارت مدرب نادي كولن الالماني اكد اليوم في حوار نشره موقع اكسبريس بوان دو انه من الصعب جدا كونه الياس الصخيري واصل مع الفريق عقد الياس الصخيري اللي عمره 27 سنه عقده ينتهي في جوان 2023 شنو قال ستيفن بومغارت قال ساكون سعيدا لو وافق على البقاء معنا لكن موقف اللاعب واضح انه يريد البحث يريد البحث عن مشروع جديد قال هكا لقد فقدنا الامل في تجديد عقده سخيري لديه مخطط اخر لمسيرته واهداف لن يكون يكون بوسعه تحقيقها معنا حسب راي الياس سخيري طبعا ولو حصل على عرض مناسب سيغادر لانه البوليتيك نتاع الفريق تخب تخلي تحب تخلي اي لاعب يحب يغادر يغادر بونغارد قال زاد عده فرق في البوندسليغا تابع الياس سخيري اللي كما قلنا عمره 27 سنه وترغب في انتداب واشار موقع اكسبريس كونه من بين الفرق هذيا نادي بوروسيا دورتموند الى جانب اولمبيك ليون وفرق انجليزيه اخرى ما قالش عليها الموقع ولكن اولها هو ويست هام معلومه اخرى مهمه الياس امضى مع شركه جديده تقوم باداره اللاعبين وهي شركه سي اي اي ستيلر الشركه دي شوفوا شكون فيها فيها حارس مرمى منتخب انجلترا جوردان بيكفورد فيها لاعب مانشستر سيتي جاك جاك جريليش. فيها زميله في الفريق زاد كالفين فيليبس الفرنسي كما فينجا الظهير الايسر لمانشستر يونايتد لوكتشو حارس منتخب كرواتيا اللي تالق في كاس العالم دومينيك ليفاكوفيتش والمغربي اللي تالق زاد في كاس العالم سليم املاح خارج تونس اليوم عودة الليغا بعد التراب نتاع كأس العالم الخمسة نتاع العشية جيرونا يستقبل رايو فاليكان و7 و بيتيس اشبيليا يواجه اتليتيكو بلبا و9 ونص نتاع الليل اتليتيكو مدريد يواجه التشي صاحب المركز الأخير وفي الليغا جولة 16 الخمسة نتاع العشية لوريون يواجه مونبيلي الطالبي موجود في قائمة لوريون الخزي غايب للإصابة 9 نتاع نيس يستقبل في الأليانز ريفيرا صاحب المركز الثاني غاسين كلوب دو لونس و9 نتاع مارسيليا تواجه تولوز النشرة هذه وكل أخبارنا الرياضية تلقاهم على موقعنا مزيكا فيم مو نخليكم توا مع عبدو وبقية الفريق في, فريق في فورم سبورت